سنشهد اليوم سارة للندوة الصحفية. Everything when it comes to the fourth edition of the Pan-African Youth. عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ونشكرهم على. في احتضان الأنشطة. ربما أصبحت تجاوزا عاصمة احتضان الأنشطة والفعاليات. سيكون احتفالنا بالذكرى السبعون بنكهة شبانية أخرى إفريقية تواقع دائما للتكامل الإفريقي، للتبادل الإفريقي، للوحدة الإفريقية، للازدهار في قارتنا المليئة بالمقدرات. الشباب الإفريقي بإذن على موعد مع هذه الفعالية وهذا الاحتفال الكبير من خلال ضبطنا لجميع التفاصيل المتعلقة بإنجاح هذا. سنشرع بداية منذ السبت المقبل في استقبال اللجنة التحضيرية للاتحاد الإفريقي التي ستطلع على كافة هذه التحضيرات المادية واللوجستيكية، والتي كذلك سنعمل على ضبط الرتوشات الأخيرة الخاصة بالبرنامج.